بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، تتواصل انطلاقات الفترة الصباحية. شوطنا 18 يندفع شوط خاص بالقعدان، وتندفع هذه الأسماء باحثة عن ناموس اللي نتمناه الحقيقة لكل المشاركين في هذا الشوط. وحيشان على مقدمة الشوط، علي بن محمد بن فهيد العفرة المري مع المقدمة. المركز الثاني النادر حمد بن عبد الهادي بن نايفة الهاجري مع المركز الثاني، يليه في ثالث المراكز ظبيان عبد الله بن سعود المهنا النعيمي، ورابعا يندفع في هذه اللحظة رياض سالم بن حمد بن قناص العامري، وخامسا يتواجد وينطلق عتيق بن شامس العامري. خلاص وين العفرة؟ وين يا العفرة؟ يا سلام المقدمة مولع سعيد بن حمد بن نهيان العامري، ولا زالت الأمور مع المقدمة، ولكن الآمال هنا بوجود شاهين، بوجودك يا بن حلفان بين الضيفين بين شعار بن نهيان وبين شعار العامري. يا سلام المقدمة مولع سعيد بن حمد بن نهيان العامري مع مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني هناك شعار بن حلفان على المركز الثاني، وثالثا وجود شعار محمد بن عتيق العامري. خلوني مع المقدمة يا بن حلفان. الخط النهاية قريب جدا لمولع وقريب ايضا لشاهين، ولكن مولع خطف الناموس خطف الفوز. مولع، تهانينا لمالك مولع سعيد بن حمد بن نهيان العامري اللي فاز بهذا الشوط، واعلن حضور الضيوف بهذا الشوط، خطف الناموس. تهانينا لمالك مولع سعيد بن حمد بن نهيان العامري. ثانيا براق محمد بن عتيق بن شامس العامري، وثالث المراكز شاهين محمد بن حلفان المري، ورابعا الدرعي محمد بن مطر بن مطوع الاكتبي، وخامس المراكز وصل مرعوش او همام لمحمد بن ناصر بن حمود آل شافي اللي وصل في خامس المراكز مع همام. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا الشوط. التوقيت اللي سجل مع مولع 7:46 وفاء وتماما. اهني مالك سعيد بن حمد بن نهيان العامري على هذا الفوز. ضيوفنا الاعزاء الحاضرين من ميدان العين هناك في دولة الامارات العربية المتحدة، ايضا هنا شعار المركز الثاني ايضا ضيف من العين من دولة الامارات. 7:48، 6 اجزاء من الثانية، توقيت براق محمد بن عتيق.